عظيم. خلاص خلاص طبعا خدنا المره اللي فاتت اللي هي الارتكلز او ان وده وكيسز اوف ميشن ذا ارتكلز، حالات حذف الايه الارتكلز، قلنا مثلا مع الوجبات الحاجات ديت يعني بريكفاست، مع الرياضات اللغات، يعني ده اللي اقصده. النهارده هناخد حاجه تانية برضو تعاملنا معاها قبل كده اللي هي objectives of the quantity، صفات الكمية. تمام؟ ازاي؟ انا عندي objectives وعندي degree، احنا هناخد النهارده objectives. نعم. قسمنا الناونز، قلنا ان انا عندي countable اللي هي اسماء تعد، وعندي uncountable اسماء لا تعد. طيب دلوقتي خلاص عرفنا العدد بتاع الكاونتبل، عرفنا ان هم 3 4 5. طب انا عايز اجيب صفه بمعنى كثير، اجيب صفه بمعنى قليل، بعض مقدار الكلام ده هنستخدم ايه؟ قال لي هي دي objectives of ايه quantity. فاول حاجه عندي many بمعنى كثير، دي تيجي مع الاسم الذي يعد. طيب قصادها هنا عندي much مع الاسم الذي لا يعد بمعنى كثير. طيب هنا قال لي تيجي في الجملة المنفية، يعني هي الصح بتاعها ان many تيجي في جملة ايه منفية، ده اول استخدام لmany. وقال لك ممكن تيجي برضو في السؤال، نفس الكلام على مين؟ على كلمة much برضو في الجملة المنفية، بعد كده نكتب النفي بس وخلاص، او في حالة الايه السؤال. لو اعطينا اكزامبل مثلا اقول لك كده he doesn't have many friends، عايز اقول ليس معه او ليس عنده اصحاب كثيرون، برضه في نفس الصيغه في ماتش اقول لك كده he doesn't have much money. طب انا في الجمله المثبته، طيب انا عايز اقول كثير في جمله مثبته، قال لي هستخدم a lot of. a lot of الكثير ايه من، تيجي في الاثنين بقى الجمل الايه تيجي في الجمله المثبته يبقى positive، دايما في positive. بقول لك كده I've a lot of friends، لدي الكثير من. تمام، وفي كلمة أعلى منها في الدرجة شوية اللي هي plenty of. plenty اللي هي وفرة من، وفرة كثير جدا يعني. ممكن أقول لك كده I have plenty of friends. نفس الكلام برضو هستخدمه مع الـ uncountable الذي لا يعد. أقول لك كده مع أقول he has a lot of money. a lot of money. الكثير من المال. وممكن برضه اقول وفرة من المال، يبقى اقول he has plenty plenty of money. الجزئية اللي في مشكلة في كده، نيجي بعد كده عندي كلمة بمعنى some. كلمة some ديت بمعنى يا يعني إما عدد اللي هو بعض يعني خلاص، وفي الذي لا يعد هتبقى بمعنى مقدار من، مقدار من. فبتيجي في ايه بقى؟ قال لي جمله مثبته فقط، يعني ما تجيلكش في نفي، او تجي لك في كويستشن في سؤال، ولكن السؤال ده يا اما في العرض offering او requesting اللي هو الايه الطلب. يعني لما اقول لك كده بتيجي مع الاسمين بقى، سواء يعد او لا يعد. طبعا دول ما ينفعش يجي اسم مفرد، ما ينفعش اقول لك I have a lot of friend. I have a lot of a friend. لا طبعا دايما اسم ايه؟ جمع. فنيجي نقول كده Would you like. Would you like. هنا انا بعرض على حضرتك، يبقى ده اسلوب عرض. Would you like some بعض. اقول بقى some مثلا ايه؟ sugar. ادي اسم لا يعد اهوت. ممكن اقول لك مثلا
some drinks، بعض المشروبات drinks، لان لها مفرد a drink. خلاص، في حاله ان انت جمله مثبته برضو هتقول ايه؟ I'd like، اود، some، قول لي بقى اسم بعدها، يا اما اسم جمع يا اما اسم لا ايه يعد. فيها مشكله كده يا كريم؟ طيب، كلمات بمعنى قليل، عندي little الاول ما يعد، عندي few وعندي a few، الاثنين بمعنى قليل. عندي هنا little مع الاسماء التي لا تعد، وعندي a little. قال لي few بمعنى قليل، يجي بعدها اسم جمع طبعا، تدل على القلة. القلة اقول لك يعني ايه، انما few قليل برضو، ولكن تدل على الكفاية. يعني ايه؟ يعني لما اقول لك كده، ده في 6 معالم، في 3 معالم، خلاص بس احنا 5 قاعدين، يبقى ساعتها there are ها few spoons، هل هيكفونا؟ انما نفس ال3 معالم لو احنا قاعدين 3، هما المعالق قليله ولكن مالها كافيه في نفس الوقت، enough، يبقى ساعتها هنقول we have a few ايه spoons. يبقى few تدل على القله، في عجز في الموضوع، في نقص. طيب انما a few لا، دي تدل على القله، ولكن ان هو الموضوع ايه كافي. فمثلا لو واحد بيقول ان انا والله انا ما عنديش صحاب كتير، بس اصحابي معايا 3 حلوين، ساعتها يستخدم مين؟ I have few friends ولا I have a few friends؟ a few friends، يبقى هو ده راضي بيهم وخلاص، تمام. انما few لا، ده بيشتكي ما عندوش كده اصحاب اصلا. ماشي، برضو نفس الكلام على little، ازازه ميه فيها شويه ميه واحنا عايزين 3 4 نشربها، يبقى لا مش هينفع، يبقى little ايه؟ little water، there is little water، مش هتكفي. انما انا بس اللي هشرب وهي شويه الميه، يبقى ساعتها there is ايه؟ there is a little water، a little water. يبقى هنا الموضوع فيه كفايه. عندي برضو كلمه enough. enough. enough تيجي قبل الاسم. بمعنى كافي، سواء بقى الاسم جمع سواء الاسم لا يعد، انما ما ينفعش مفرد، هو يا اسم جمع يا اما لا يعد. فانا عايز اقول والله هشتري العربيه مثلا ب 100,000 ومعايا الفلوس كافيه، يبقى I have I have enough ايه money to buy this car، تمام. انما مش معايا بقى اقول I don't have enough ايه money، عادي. طيب لو قلت برضو الصفات اللي هي many و much، much لو جبت قبلها المقطع to، هل معناها يعني ان هو اوفر على يعني معايا فلوس كتير مثلا كده؟ لا، زائد عن الحاجه، فائض. يبقى هنا to many equals plenty of على بعضها، وفره ايه many. وفي حاله الشكوى، في حاله الشكوى برضو كمان استخدم ايه؟ مثلا مش عارف اشرب الحاجه، يبقى it's hot ولا very hot ولا too hot؟ too hot، يبقى ديت صعوبه في تناول الشيء ده او المشروب ده. خلاص، يبقى the soup is too hot to eat. ماشي، طيب نشوف كده في حاله المقارنه، المقارنات طبعا، المقارنات اللي هستخدمها مع many وماتش، الاثنين دولت بيتحولهم لايه؟ مور، مور ذان، ليتل وا ليتل والكلام ده كله، ليتل وا ليتل بيتحولهم ليه؟ لس ذان. هنا في المقارنة القصوى يبقى ذا موست، وهنا ذا ليست، يبقى احمد هي هاز ذا ليست money، الفلوس الايه الاقل. طيب امال فيو؟ قال لي لا، فيو دي تعامل عادي خالص، صفه قصيره، فيو becomes fewer than، تمام، و the fewest. ماشي كده، هل ينفع اقول طب امال بالنسبه a little، a little أقارن أستخدمها إزاي؟ a little، I have a little money،
عايز اقول بقى ده معاه فلوس اكتر. بتصرف ها لا قول برضو مور برضو، ما مش قالوا طب بمعنى كثير، طب انا خدت اكثر بمعنى ايه مور، فهستخدمها برضو. طيب بالنسبه ل lots of ليها منهجين في الاستخدام، يعني ليها منهجين ازاي؟ يعني ممكن lots of و lots of الفرق ما بينهم في الكلام الرسمي والغير ايه رسمي. الكلام الرسمي اقول lots of، a lot of في الغير رسمي. لا بدلت، ايه a lot of و lots of. قلنا اول منهج يقول لك ده كلام رسمي وكلام غير ايه رسمي. a lot of في الكلام الغير رسمي. lots of يقول لك لا، لو عايز تستخدم كلام رسمي خد مين lots of. طريقة تانية بقى وهي دي اللي عليه، قال لك lots of قبل الاسماء التي لا تعد. يعني انت ما ينفعش تقول لي ايه lots of people، لا نادرة الاستخدام. lots of people لا، a lot of ايه على طول؟ a lot of people. فتاني مع الاسماء التي لا تعد هستخدم lots ايه؟ lots of. هي مشكلة كده شباب الدرس ده؟ نروح على الاكسرسايز كده. الدرجات طبعا اه very so too. عايز اقول لك دي في المقارنات بعد كده. ماشي هوم ورك بيج كام؟ 26. بيقولوا 27. كل ده في حل؟ ماشي ماشي ماشي. نبتدي زياد اتفضل. معلش انا هوقفك حاجه بس. ايوه يا ضايب 46 الاول هتبقى ايه؟ هي كانت معانا من اول 46. 46 اي دونت. ما احنا هنبتدي. بص يا حبيبي معايا، لو انا جيت قلت لك كده احمد is taller او is tall، احمد is tall، وجيت الجمله الثانيه but ولكن علي is ايه taller. ماشي. طب انا عايز اقول ان علي ده يعني زياده في الطول قوي عن مثلا عن احمد، اقولها ازاي؟ ها ها much taller. هستخدم ايه؟ much taller. much taller في كلمات استخدمها للتعبير عن الافراط في الصفه. الافراط في الصفه زي مين؟ او النقص على فكره، يعني الفرق صغير. فممكن استخدم ماتش، ممكن استخدم رادر، كلمة اسمها ايه؟ رادر. ممكن كلمة كمان اسمها فار. فار الصفات دي الدرجات دي اجيبها قبل المقارنة اللي هي التانية، يعني مثلا حد طويل قوي والفرق كبير بينه وبين واحد، يبقى اقول لك ايه هي از ماتش تولر ذان هيم. ماتش ايه؟ مش تولر بس، لا ده ماتش ايه؟ تولر، فرق كبير. او هي از رادر ايه؟ تولر برضو. He is far taller. نفس الشيء. طب اللي تدل على وجود فرق بسيط، وجود فرق بسيط، قال لك a bit أو a little. بس الأقل مين؟
ابات اللي هو يعني سيك فرق شعر يعني، خلاص ابات تولر. طب ها قليل برضه بس يعني اعلى من ابات اللي هي مين؟ a little. ما تقولش little، ما تقولش he is little taller، لا he is a little taller. a little ماشي. نبتدي يا زياد اتفضل. 46 معلش. I don't like. نعم 47. ايه ده؟ 46 اللي هي دي حلينها. I have eight friends, just three close ones. لا ها a few. ماشي دي a few. قول بقى زياد. He bought a goods at this supermarket. Much. Much goods. لا. لا. تنفع much وتنفع lots of. مفيش لا ما يدل عليه. Lots of مع الأنكاونتنج. وماتش برضه مع الأنكاونتنج. ولكن much هتيجي بجملة منفية صح؟ يبقى أنا هستخدم مين؟ lots of صح. في جملة منفية قلنا much. تمام؟ انما هنا lots of. طب يا مستر ما احنا دايما بنكتب many people visit Egypt. اقول له صح. انما الاستخدام الاصح ل many و much ان هي تاتي في جمله ايه؟ منفيه، ده الاساس بتاعها. يعني هي many و much في جمله مثبته مع حاجه لو ثانيه. لو بص هتفاضل بين اتنين، اللي فاضل many و much نفي. تمام؟ lots of مثبت. تمام؟ She's carrying too much luggage. Too much. يبقى هي can she carry them؟ can she carry it ولا them الأول؟ لا it luggage لا تعد، يبقى عوض عنها بإيه؟ بمفرد it. I don't like any sugar in my tea. Much. بالدور يا شباب بالدور. نعم نعم فين؟ مفيش. مثبت يا محمد مثبت. lots of مثبت. A new clothes shop is going to open in my district. district اللي هي المقاطعة أو الحي. A new clothes shop صح. طبعا shop هي الإيه اللي واخدة A. ماشي. To a damage was done. To much. Too much damage. There is a action in this film. حسن. Many action. Many action. ايوه عديد. A lot of action صح كده. There is a lot of action. احنا قلنا a lot of كثير من يعمل مع الاثنين، يعد ولا يعد، تجيب جملة مثبتة. هل لو ماتش موجودة استخدمها؟ يعني في ماتش اهو، في a lot of، اختار مين؟ a lot of لان الجملة مثبتة. طب وفي ماتش بس الجملة منفية، هروح على مين؟ ماتش. ماشي بعد كده نادر. How much work do you do? هنا كلمة work، holiday، business، دي أشياء لا تعد، فبقول هاو إيه؟ much. يبقى هاو much. السؤال عن الكم، العدد طبعًا هاو ماني، أو what is the number؟ كريم، لا حمادة لسه. The money of the books not on the table. انت عاملها ايزي، انت شاطر. is on the table لان هو قصده فلوس الكتب مش الكتب. كيم. there wasn't a on the road only few private cars. كريم يو. لا الترافيك يعد لا تعد، الجملة منفية، يبقى مين؟ ماتش. طبعا المرور. اجمعها كده. لا ترافيك لايت.
ترافيك لايت. ما كانش فيه مرور كتير على الطريق. ايوه ما كانش فيه كتير، مجرد شويه عربيات قليله قليله جدا. طب ليه هنا افيو؟ ليه ما قالش فيو؟ مش انا عرفت امشي في المرور ده، الموضوع كان سهل فقلت افيو. كانوا كافيين ليا للمسير. سلكين الدنيا. انس وي هاردلي هيرد اي نيوز اوف هيم. وي احنا ما قلناش اني بقى. وي هاردلي، هاردلي تدل على النفي. بس هم يعني بيقولوا او هاردلي تفيد النفي. نيفر تفيد النفي. الجمله كده منفيه. عارف لما تيجي تعمل كوتشن هي فين؟ اني لما تيجي تعمل كوتشن تاج. هنا هم يعني سمعوا منه تفيد النفي اللي هو يعني بالبلدي كده ما سمعوش حاجه. ماشي. نعم. يوز استخدام. ده لا يعد. اصلا نيوز 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 لا تعد. هي نيوز لا تعد. لا تعد. لا انت بتراجع الامتحان بقى كده. ما قلناش ماتش فين. ما هو ايه يا جماعه؟ حلو السؤال ده. ليه ما قلناش ماتش؟ الاول انا اشرح لك اني عشان احنا نسينا نقولها. اني ايكوالز زيرو. انا لما اقول لك معيش فلوس كتير، هل انا زيرو فلوس؟ لا. انما لما اقول لك اي دونت هاف اني ماني، يبقى الفلوس معايا قد ايه؟ زيرو. فهنا برضو قلنا بقى اني تيجي في نيجاتيف يا مارو، تيجي في نيجاتيف او في كويستشن، في سؤال. ولكن اي نوع من الاسئله بقى؟ كل الاسئله ما عدا اثنين، العرض ومين؟ والطلب اللي هي عكس سام. يعني ايه عكس سام؟ في كل حاجه. فنيجي للاكزامبل اللي تحت. وي هاردلي هيرد، ترجمه كده اللي هو وي هافنت هيرد يعني. يبقى اجيب مين؟ ماتش ولا اجيب اني؟ واحد غادر الشركه، يبقى ايه اللي حصل؟ ما سمعناش ايه؟ اخبار عنه. خلاص. وي هاردلي هيرد اني نيوز، مش ما سمعناش كتير عنه. لا. ماي اي ار ان ماي باج، ماي بير اوف جلاسز. طب ما تنفع؟ لا. ماي جلاسز، جلاسز نظاره هي كده جلاسز. ماشي. ما اقولهاش اجلاس، اجلاس بقت كوبايه. ار انما a pair of glasses is glasses are زي تراوزرز. جدع مستر اكرم جنبك اهو بيقول لك. خلاص. يبقى glasses are انما a pair of glasses هي دي اللي ايه؟ is. مفهومه دي ولا ها مش مفهومه؟ الكلمات المكونه او الاشياء المكونه من جزئين في اللغه الانجليزيه جمعت نفسها، زي مثلا البنطلون، تمام، الساكس، شرابات، الشوز، فنقوله ار. تعالى بقى انت رايح تشتري شراب، خلاص، فبتقول ايه؟ انت عايز تقول له انا عايز شراب واحد مش شرابين، وحدتين. خلاص. بس هو الشراب بيتكون من كام فرده؟ اثنين. فتقول له ابير، ابير اوف يعني زوج من. خلاص. ابير اوف شورتس، ابير اوف جلاسز كده نظاره واحده. طب انا عندي نظارتين، واحده نظر وواحده بتاع، يبقى ساعتها اقول اي هاف ايه؟ تو بيرز اوف جلاسز. لو سبتها جلاسز عايمه كده ما ممكن نظارات بقى هنا. عصام الشوالي لو سمحت. بس هي عندي كلمة ايه؟ ار. ف glasses يبقى ايه؟ glasses ار، ماي glasses نظارتي. ماشي. انما لو قال لي ماي بير اوف glasses كان قال از. انت لسه بتفهم فيه؟
هو مش بيت لوحدها يعني، دي اصلا ما هو هو الحاجه متكونه من اثنين، من فردتين. ماشي يبقى بيت لوحدها. لا انت انت بتروح تقول لي اشتريت ايه؟ شراب صح؟ وحده شراب. طب جبت جوزين شرابات. اه كل البير بقى مفرد، كل بير بقول ان هو بعتبره مفرد خلاص. يبقى تاني هي فردتين بس كده، فاقول جلاسز وخلاص، هي نظاره كده نظاره. طب انا رحت اشتريت نظارتين، فاقولها ازاي دي؟ هل هقول تو جلاسز؟ لا، تو جلاسز ممكن الناس تفهمها كوبايتين صح. فقال لك بقى هات لي كلمه بير عشان اعرف ان هي حاجه متماثله، يبقى جلاسز اه دي قصده النظارات، يبقى تو بيرز اوف جلاسز. يبقى كام نظاره كده؟ يختلف، يبقى بقى نظارتين. الافير، بص معايا نظاره، انا معايا الراجل ده كده هي از ويرينج، ورينا نظاره، فاهم نظاره فوق كده، ا بير اوف جلاسز، هي هاز ا بير اوف جلاسز. طب احنا جمعنا اثنين من هنا ومن هنا، اهو يبقى تو بيرز اوف جلاسز. مين؟ مات زياد قفل الكلمات. ماشي دي له 20 نكمل. لا استنى يا جماعه عشان دي حصه صيف النهارده بس. glasses بس الصح ان انا اقول عليهم ايه؟ a pair of glasses. طب صل على النبي، انا في كوبايتين قدامي هنا اهو، وفي نظاره مثلا يعني، وفي نظاره، عايز اقول لك هات لي الكوبايات، هقولها لك ايه؟ bring the glasses صح. طب وسط اقول لك هات النظاره، هقول لك ايه برضو؟ bring the glasses. طب الناس احتارت، انا اجيب الكوبايات ولا اجيب النظاره؟ قال لك خلاص النظاره، مش هما فردتين بس هي حاجه واحده، يبقى a pair of ايه؟ glasses. نعم، يبقى a pair of glasses، يبقى النظاره الواحده بتاعت سيف دي اسميها a pair of ايه؟ glasses. اشترى واحده كمان، اصبح هو عنده نظارتين، هقولها two pairs of glasses خلاص. الرف اللي الراجل معلقه فيه خمس نظارات عايز اقولها، يبقى he has five pairs of glasses. انت بقى اللي اتلخبطت. هو احنا لما بنتكلم عن زرع، ما بنتكلم عن تراوزرز، البنطلون اللي انت لابسه ده بير اوف تراوزرز، ده لوحده ده لوحده كده ا بير اوف تراوزرز، مش جبت بنطلون على بنطلون وبقى هم كده ا بير، لا هو من جزئين اصلا. ليه هنا ما اخترناش بير؟ ا بير دي كده تتعامل مفرد. ها والنبي يا جماعه عشان الناس بس ما تتلخبطش، قول يا ماما. نظارات كتير، ابداي عدي. لا مفيش حاجه اسمها ما اعرفش عددهم، ماشي عدي بقى عددهم، طلعوا خمسه سته تقولي 6 بيرسون بس، هيطلعوا زرار ار اسمها ايه؟ جلاسز افري وير. ميزيها وقوليها كده سان جلاسز، هفهم بقى ان هي نظارات شمس خلاص. سايد جلاسز نظارات ايه؟ نظر، هفهم انت مش قصدك كوبايات خلاص. There a blend of sugar. ها الشراب، انت لابس شراب في رجلك اهو، ده a pair of socks وده is كده، يعمل وحده واحده، انما هما فردتين يبقى ايه؟ سوكس عادي عادي، فممكن اقول سوكس او ا بير اوف ايه؟ سوكس. رحت اشتريت شراب جديد بقى عندك اثنين جيفت، يبقى تو بيرز، وكده كده هيتقال عليهم سوكس. سوكس دي شرابات جمع خلاص. طيب يعني ا بير اوف دي حاجات لا يمكن فصلها، انما اللي يمكن فصلها يتطلقوا بريك اب وبتاع وكده. ها ا كابل اوف، a couple ايه؟ a couple of، يعني انا في قدامي كوبايتين شاي، يبقى a couple of glasses، تيجي مثلا cups،
A couple of tea cups يبقى دي كوبايتين، انت تاخد كوبايه وانا كوبايه. هل ينفع اقول a pair of؟ a pair of دي حاجه واحده، وحده واحده، على الله تكونوا فاهم. واضحه والله يا بنات صح؟ الله ينور عليك، خبص وخميس عليك. يلا حبيبي ها، قبل ما حد يسال اجري يا ابني. ها مين؟ رومي قول. ليه بقى بلنتي اوف ازاي معناه كثير منه؟ ايوه ليه؟ ايه عشان ايه؟ ايه السبب؟ لا عشان بس يا حبيبي سيب. ليه اخترت هيز؟ سكر يا مستر. الله يكرمك الله يكرمك، قالوا لي كده زمان. يبقى there is صح. We met interesting people. seen قول يا سونا. some جملة مثبتة فيهاش مشاكل. knowledge of foreign languages قول يا سي. ليه يا سي؟ knowledge أنا بتكلم عن المعرفة نفسها. is لغات أجنبية. أقرأ كوك. my read كوك. my reading glasses are سام. نعم ايه بس ايه ايه يا فاطمة في حاجة مش مفهومة؟ ماشي احسان اتفضل. my pair of glasses is يلا يا تامر. we all know that we all know that the brain صح. هنا لا انا بقول العقل كجهاز، انت بتقول respiratory system ولا ده respiratory system؟ يبقى ده brain. طالما بتكلم عن وظيفته يبقى ده. بعد كده I went shopping and bought a mobile for my son. يلا حبيبي يلا بابا. The town I'm talking about ما هي محلولة دي مرزقة دي. قول يا هايدي. There are million stars in أنا دايما أتلخبط فيها دي على فكرة. أنا دايما أتلخبط فيها. space with a lesser space. in space. no article. space. space الفضاء. في كذا فضائيات إن شاء الله. فيروز. مستر ليه نو ارتكل؟ طب يعني اعمل ايه؟ مستر معروفه ليه؟ ما انت بتقول ملايين النجوم في الفضاء يبقى ايه السبيس؟ لا انت تفهمها لوحدك حاجه ثانيه. انا قولي يا فيروز. ايه طيب بتقولي ثواني يا فيروز. بقول لحضرتك على سبيس دي ليه نو ارتكل؟ الفضاء الفضاء اللي حوالينا ده بقول سبيس، انما لو بمعنى فراغ فراغ يبقى ده سبيس. تمام شوفها كده اتاكد برضو. انا اتاكد يمكن انا ناسي. الف ولام مفيش حاجه كده مش كده ما بتجيش كده. 64 A whale is the largest sea animal. the whale. My son Yusuf plays a violin very well. The violin. Play the violin. الآلات الموسيقية طالما بتتعزف قلنا ده، إنما لو قلنا اشترى يبقى he bought a violin عادي. 66 Not exercise. المرة اللي فاتت. أيوه. Not exercise keeps your body fit, so you should join a gym class. ليه exercise؟ تدريب. much.
much exercise keeps your body fit. Fatima, can you bring me some juice? Some juice. Hey, coffee, have you drunk today? 2 cups. How much coffee? أجاوب بحاجة تعد؟ آه، ما جزأتها لك. خلاص؟ ممكن أقول لك إيه؟ I drank much coffee. إنما أنا عايز أقول لك فناجين، هيبقى 2 cups of coffee. The trousers you bought for me, إيه fit؟ أنت قلتي؟ تهرب أنت. طب ما تقوليها بالمرة، ها؟ صح، doesn't fit. The trousers لو قال لي the pair of trousers fit يا حبيبي، هنا ده فعل مصدر، يبقى عاوز قبله يا don't يا doesn't. ها fit يناسب يلائم يا جماعه، it fitted me او it was fit، انا اللي fit، I am fit، لائق بدنيا. انما الحاجه نفسها ظبط عليك، يبقى it fits me. It fits me، ملائم ليا. There are قولي يا ضي، عايز قلم يا حبيبي؟ خد يا حبيبي رصاص، ممكن يا حبيبي؟ اتفضل يا حبيبي. There are 2A passengers on the train. I couldn't get on it. Many. Too many. طب لو في آلات تنفع؟ ها؟ ما تنفع؟ تنفع. تنفع؟ ليه يا بتاع التوك توك انت ليه؟ ليه؟ ها؟ فين النفي؟ مفيش نفي. في تو ما تجيش مع لطف. تو ما تجيش مع لطف. ايوه. امال انت ايه؟ ما تنفعش اكيد. ايه الاسئله الخايبه اللي انت بتسالها دي يا مستر؟ قول يا نفير يا حبيب. قول يا ضي لسه. Can you tell me how many times you have seen this film؟ ما انا قلت على فكرة. قلت برضه؟ ايوه قالت اثنين يا مستر. قالت اثنين. قول يا نفير يا حبيبي، معلش انت زعلان. ها؟ many. How many times؟ عدد المرات. طب ينفع اقول بعدها بقى يا صام يا اني، انا مش متأكد. طب ما حد معاه كوين يا جماعة نلعب عليها. طيب ايه؟ سم اني يا مستر اني. You like to لا سم هيل سم ليه بقى مستر؟ سم مش انا بعرض عليك كده الخدمه؟ الخدمه بتتعد. الخدمه لا تعد. طيب ما هي سم تيجي مع لا يعد والذي لا يعد. ايه ده؟ ايه ده؟ لا مستر اشرح الجمله دي يا مستر. مش would you like إني. مش would you like يا حبيبي، احنا قلنا تيجي في الطلب والعرض. ايوه ماشي انا عارف دي. طيب انا في عرضك افهم بقى اللي جايه دي دلوقتي. تمام. كلمه هيلب معنى ايه؟ مساعده، صح؟ فانا بعرض عليك، هل انت عاوز مساعده في الواجب ده ولا لا؟ ف would you like to have some. انما اني تيجي كل الاسئله ما عدا دول، العرض والطلب. ماشي يا نوفير كده خلاص؟ كمل. إيه the police know how the accident happened؟ قلت اتنين يا نوفير؟ ماشي. قلت اتنين يا مستر. قول يا ممدوح. إيه ده؟ إيه 73 صح؟ 73 قاعدين في حصة الدراسات احنا 73. ماشي كلمه براحتك. Is لا Is the police know؟ ما تنفعش طبعا.
ايه ده؟ وز؟ ده هتبقى وز ما هي الجملة let off the police know. ايه الجملة دي يا مستر؟ لا بس هي يعني كده بس غلط يعني ترتيبها غلط. ايه money do you need for your holiday؟ كمل How يا much؟ عم. How much؟ He has just eight friends and she's happy with them. انا برضو صح؟ انت برضو. A few. Happy. انت راجل. ايه الجملة غلط؟ ما ينفعش اقول a lot of the police. The police؟ لا جنب. افراد الشرطة. ومن ثم ما ينفعش اقول ذا بقى. most of. تمام؟ ترانسليت حد ما اونلاين لسه انا ما اعرفش. ماشي يلا يا زوز يلا يا زوز. ها ترو فريند. نعم ممكن يعني لازم اكتب ممكن ما ينفعش يعني هو انت احسن مني انا بكتب ليه؟ ما بتعرفش تكتب الترجمه ليه؟ ليه ما بتعرفش تكتب الترجمه؟ لا حضرتك ساعات ما بتكتبش الترجمه. طب اكتب ورايا يعني اللي اقوله اكتبه. انا بقول انا مش عارف تقدر تكتب يعني اي خد دي ما تنضمش للشله الفصفه دي. قول يا حبيبي جملة ايه؟ 46 the whale هنا قصدي على الفصيلة فأقول ذا 46 sorry 46 I don't like. ها مش دي 46 ولا الثانية؟ دي اللي فوق. I have لا just three clothes once. هما ثلاثة قريبين يبقى هما قليلين بس مكفيين. دي مش جملة دي يا حبيبتي مش جملة دي توضيح. فتوضيح ان هما قليلين فبقول لك just three clothes once ثلاثة. المفروض بقى ما كانش كان قال ايه I don't have many friends. A true friend should have some traits and qualities. He should be honest, faithful, and loyal to his friend. زياد الصديق الحق يجب أن يكون لديه بعض الصفات والمميزات. الصفات والمميزات يجب أن يكون أمين فيجب أن يكون أمينا. اكتب يا حبيبي أمين مخلص وفي. أمين مخلص وفي. يجب أن ويجب أن يحافظ على أسرار صديقه. أنا هقولها تاني ولا يجب أن يفشيها. يفشي أسراره للآخرون. نترجمها بقى الصديق الحق هو أو يجب سوري يجب أن يتسم ببعض الصفات والمميزات فعليه أو يجب يعني أن يكون اكتب اللي تحبه يعني فعليه أن يكون أمينا ومخلصا. طبعا الكومز دي انت بتوقوق بقى امينا ومخلصا ومش عارفه ايه وايه وايه كلها امينا ومخلصا ووفي والمميزات ايه؟ ووفيا ووفيا لصاحبه به ويجب عليه حلو كده يا نوام عليه حلو عندنا في فرنسي ويجب عليه
أن يحافظ على أسرار صاحبه ولا يفشيها للآخرون. أكيد الآخرون دول ناس يعني. للآخرين، آسف، للآخرين. أن يكون إيه؟ وفيا أمينا. دي مش باينة إن هي أمينا بالذمة، رايحة لأحيانا. إيه أحيانا بتروح مني كده؟ أمينا حينا. أحيانا. قول يا نجم، قول يا عماد. ها، a good friend برضو، a good friend should be helpful and always be ready to sacrifice. ده القطة كلت عيالها. money and devotes his efforts to help his friend. a true friend never lets his friend down. امال ايه يا بروفيسور؟ صديق الجد؟ بتتكلم جد؟ واي زارتيشن وخلاص؟ ها، a good friend. الصديق الجيد. يجب، كمل يا حبيبي. يجب أن يكون، خلاص يا عجل أنت وهو، أن يكون خدوما ومستعدا للتضحية. ده جامد. ها، هي تايم، بوقته. ما هو يضحي بوقته وماله. إيه؟ ويخصص، دي مش يخطخد يا كريم، ها، يخصص. ويخصص الجهود لمساعدة صديقه، فالصديق الحقيقي لا يغسل هدومه، لا يخزل صاحبه، فالصديق الحقيقي لا يخزل صاحبه. ممتاز بصراحة، ممتاز والله، ما شاء الله. يلا أحمد. It is no، يا حبيبي بس سيبنا احنا نعرف لوحدين. It's known that the lack of friendship among people generate depression, stress, tension, frustration and psychological problems. هتقول لي يعني ايه problems؟ قول يا احمد. ها، من المعروف نقص الصداقة. جدع، ها، اسمع يا ابني، ها، طب ماشي يا عم، ماشي وماله. من، لا، نقص الصداقة، لا، الأول أبتدي بالاسم يا جماعة. نقص، لا، جملة الاسمية، أبدأ بجملة اسمية مش شبه اسمية. نعم، لا يا حبيبي، جملة اسمية، انت بتجيب جمل بس، وهو فيه تقديم وتأخير. هو لو عامل تقديم وتأخير انت اكتبه في الشعر، ماشي مثلا. لا يا بابا، التقديم والتأخير موجود في الانجليش، هو لو هو عامله بالانجليش انت هاته بالعربي برضه، لما هو مش موجود. نقص الصداقة ان، يعني ايه بين، نقص الصداقة. من المعروف انه،
من المعروف أنه أنه يولد أو يخلق الصداقة بين الناس. ما أنت صاحب بهايم يعني، ما بين الناس يولد أو يخلق الاكتئاب. والله اللي بيحضر أونلاين بيفوت نص عمره والله. تعال هنا، لذيذة لذيذة. الاكتئاب والتوتر أو الضغط الأول ماشي، الإضافة ما فيهاش مشكلة، والضغط والإحباط ومشاكل نفسية، لا نفسية بس، ده لو بتهته تبقى نفسية عصبية. ايه؟ انا يا بنتي friendship، الصداقة can be expressed by any words. بص مروان بقى، الصداقة لا يمكن ما يقطع، الصداقة لا يمكن التعبير عنها صدق يا حبيبي بأي كلمات، ها، لأن الصداقة النقية المبنية أو المعتمدة على الثقة بالراحة الأمان. الثقة الأول مستر، عيد عيد من بعد الصداقة مستر. الصداقة، طب استنى يعني قولها من الأول بقى. ماشي، صداقة علاقة لا يمكن، ثواني يا حبيبي أنا بكتب يا بابا، التعبير عنها بأي كلمات لأنها علاقة نقية تقوم على الثقة، ثواني يا عم بكر، الثقة والأمانة والولاء، ولاء والود والصراحة، كل ده والاحترام المتبادل. عشان تبقى صاحبي يا جدع يا أصيل لازم يبقى في كل ده. لا يمكن التعبير عنها بأي، لأنها الاحترام الصراحة دي صداقة. بص القاف دي صراحة بالعربي، ما بكتبش عربي أصلا، ما بكتبش عربي أنا وأنت مش زي بعض. ماشي، ده ايه هوم ورك بقى؟ ماشي، التسميع يونت فور يونت يا مستر، ايوه انا ممدوح يونت يا مستر، يونت ايه دي اللي بتسمع كلها؟ ايه يا ممدوح؟ ايه يا ممدوح؟ قرها عليا يا ممدوح. مستر يونت يا مستر يا ابني اللي خدناها يا ابني، انا ما خدتش حاجه. يونت فور اللي احنا فيها دي، اسمع يا بابا، اسمع اسمع يا حبيبي كتير يا مستر يا ابني، ما هنراجع اللي خدناه فيها. ها؟ لغوا ليه؟ انا مالي بالامتحان؟ وانت عايز بعد كل ده اجيبك اراجع لك؟ لا، وثم 10 تشوز تعرف تحلهم؟ اه هم سبعة. يونت فور مراجعة، وال اسمها ايه الترجمة دي؟ صفحة كام الترجمة؟ خليه معاك، خليه معاك، تحية منه، تحية منه.
ماشي، اتفضلوا يا شباب. حبيبي يا ممدوح، مسا مسا يا حبيبي يا ممدوح. مسا مسا.